بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما، وللمشتري الخيار إن جهل. ولو تلف بعض المبيع قبل قبضه انفسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري. ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وإجارة صح، ويوزع المسمى على قيمتهما، وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وتعدد المشتري وبتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا، والاعتبار بالعاقد. هذا الفصل، هذا الفصل بارك الله فيكم، يتضمن مسألتين. المسألة الأولى مسألة تفريق الصفقة، والصفقة هي العقد، سمي العقد صفقة لأن البائع يضع يده بيد المشتري فيتولد هذا الصوت الذي هو صوت الصفق، فقيل له صفقة. وأصلا البيع مأخوذ من الباع، هذا الباع، لأن كل واحد منهما يمد باعه للآخر عند العقد. فهذا الفصل يتكلم في مسألتين. المسألة الأولى مسألة تسمى تفريق الصفقة، ومعنى تفريق الصفقة أي أن تحكم بالصحة على شيء، أو تحكم بالصحة لشيء وتحكم بالفساد لشيء آخر، فتكون قد فرقت الصفقة. والمسألة الثانية التي تضمن هذا الفصل مسألة تعدد الصفقة، متى تكون الصفقة متعددة، متى نستطيع أن نقول إن هذه الصفقة جمعت عقودا، هذا العقد جمع عقودا ليس عقدا واحدا، هو أكثر من عقد، وما الذي يترتب على تعدد الصفقة؟ فهمنا هذا؟ طيب. هذا المصطلح، مصطلح تفريق الصفقة، يمر معنا كثيرا، وتجد الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون في بعض المسائل مثلا فيه قولا تفريق الصفقة. ما هما قولا تفريق الصفقة؟ هذا الذي سندرسه اليوم، وسندرس الصور في تفريق الصفقة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، نقول إن تفريق الصفقة له صورتان، قد يحصل بين عينين، العقد جمع شيئين، جمع عينين، وقد يحصل جمع بين عقدين. إذن قد يحصل جمع بين عينين، وقد يحصل جمع بين عقدين. بين عينين مثلا بعتك هذا الكتاب وهذا القلم بألف، هنا جمعت بين عينين الكتاب والقلم. ولاحظ معي، عندما جمعت بين عينين قد يكون إحدى العينين يصح بيعها والأخرى لا يصح بيعها، وقد الأولى تصح والثانية تصح. بعتك هذا الكتاب وهذا القلم بألف، بعتك هذا اللتر من العصير وهذا اللتر من الخمر بألف دينار، هنا جمعت بين ما يصح وما لا يصح. بعتك هذه الشاه وهذا الخنزير بألف دينار، جمعت بين ما يصح وما لا يصح. جيد. وقد تكون هذه الصحة وعدم الصحة في الابتداء، الآن في الابتداء، وقد يكون في الدوام، صورته في الدوام أنه في الابتداء يصح، لكن يحصل بعد العقد شيء
يمنع الدوام. صورة ذلك: بعتك بقرة، تمام، وقبل أن تقبض البقرة، أنت المشتري، قبل أن تقبض البقرة حصل لها عيب. متى حصل لها العيب؟ وهي في ضمان من؟ ما زالت في ضمان البائع. حصل لها عمى، أصبحت عمياء، واضح ولا لا؟ فهنا أين حصل العيب؟ حصل قبل القبض. هذا إيش يسمى؟ سيسمى تفريق في الدوام. يعني في الابتداء كان البيع صحيحا، لكن حصل التفريق بعدين في الدوام، أو سيحصل التفريق في الدوام، يعني على التفصيل الذي سندرسه. يعني ممكن أقول مثلا بعتك بقرة وشاه بألف دينار، فماتت الشاة قبل القبض، جيد؟ هنا حصل تفريق أو لا؟ لكن في الابتداء أو في الدوام؟ في الدوام، جيد. إذن التفريق، قد التفريق إما أن يكون بين عينين، يعني في عقد اشتمل على عينين، أو في عقد اشتمل على عقود، مثلا اشتمل على عقد إجارة وعقد بيع. بعتك داري هذه، بعتك سيارتي هذه، وأجرتك داري سنة بعشرة آلاف دينار. أنا جمعت بين إيش وإيش؟ بين عقد إيش؟ بيع وعقد إجارة. فهمت ولا لا؟ أيوة. الآن قد يحصل مثلا أن واحد من العقدين يحصل له خلل، هل إذا حصل خلل لواحد من العقدين الآخر ينفسخ أو يبقى؟ هذا الذي سندرسه، واضح؟ هذا كله في تفريق الصفقة. إذن ممكن أنت تقول بس مبحث تفريق الصفقة هذا شجرته على سبورة، يشتمل على ثلاث مسائل: إما تفريق بين عينين ابتداء، أو تفريق بين عينين دواما، أو في عقد جمع عقدين. كم صور هذه؟ ثلاث. ولذلك انظر ما كتب على السبورة: تفريق الصفقة إما أن يحكم لشيء بالصحة وللآخر بالفساد ابتداء، هذه الحالة الأولى، وإما أن يحكم للشيء بالصحة وللآخر بالفساد دواما، هذه الحالة الثانية. مثلنا بعتك بقرة وشاة، تمام، ماتت الشاة قبل القبض، يعني ماتت في ضمان البائع. أنا بعتك بقرة وشاة بألف دينار، هنا ما الذي تلف؟ تلفت الشاة. الشاة عين مستقلة، يمكن أن تفرد بعقد، بخلاف لو بعتك بقرة وقبل القبض أصابها العمى، أصبحت عمياء. هنا ما الذي تلف؟ صفة، هذا الصفة صفة البصر، لا يمكن أن يفرد بالعقد. ولذلك هذا قسمته إلى قسمين: أن يكون التالف يمكن إفراده بالعقد، أن يكون التالف لا يمكن إفراده بالعقد، جيد. وكل حالة لها حكم. القسم الأول: بعتك مثلا لترا من عصير ولترا من خمر بألف دينار، هذا عقد جمع بين شيئين، أحدهما يحكم له بالصحة، الآخر يحكم له بالفساد ابتداء، صح؟ الخمر هذه التي يحكم لها بالفساد هذه مقصودة. كيف مقصودة؟ يعني يمكن الانتفاع بها وإن لم تكن مالا، لأن يمكن أن تتخلل، صح؟ إذن الخمر مقصودة، ولذلك غير المال، نحن قلنا المال تعريفه كل طاهر منتفع به، غير المال إما أن يكون مقصودا أو غير مقصود. المقصود الذي يمكن الانتفاع به لكنه نجس، مثلا مثل الخمر، مثل الميتة، الميتة يمكن الانتفاع بها، تكون طعام الجوارح للسباع الجارحة، يمكن الانتفاع بها لكنها ليست مالا، واضح؟ مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصود الكلب، مقصود أو غير مقصود؟ معناه ليس مالا. لكن الدم ليس مقصودا أصلا، خاصة مثلا لو قلت دم شاه،
دم غنم يعني، واضح؟ هذا ليس مقصودا أصلا، فهمت ولا لا؟ جيد. ولذلك هذا الآخر قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا، وكل حال لها حكم. ثم القسم الثالث أن يجمع بين أكثر من عقد، فهذان العقدان إما أن يكونا متفقين في الحكم، أو أن يكونا متفقين في الجواز واللزوم لكنهما مختلفان في الحكم، لكنهما مختلفان في الحكم، وإما أن يختلفا في الجواز واللزوم، واحد جائز والآخر لازم. كم حالة؟ ثلاث. هذا كله سندرسه واحدا واحدا إن شاء الله، وبعدين ننتقل للقسم الثاني من الدرس وهو إيش؟ تعدد الصفقة. هذا فكرة ملخصة عن الدرس. يقول هنا المصنف رحمه الله: إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن. أخواني بس من باب الفائدة أقول لكم هذا، أحاول قدر المستطاع أن ألخص المعلومات ورتبها حتى يكون مفهوما لكم، لأن مثل هذا المبحث ربما لم يسبق لكثير منكم دراسته من قبل، فهذا ليس فيه تفريع طويل ولا تشتت في الفروع، وإنما المقصود حصول التصور الأولي عن هذا المبحث. جيد؟ قال هنا: إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح. صح فيما يصح إلى هنا، لكن افهم أن قوله صح فيما يصح هذا معتمد المذهب. إيش القول الثاني؟ أنه لا يصح مطلقا. إذن ما مثاله؟ مثاله لو قلت مثلا: بعتك لتر عصير، بعتك لترا من عصير الرمان ولترا من الخمر بمئة درهم، جمعت بين ما يصح وما لا يصح. هنا عندنا قولان في المذهب. قول الأول يقول: يصح العقد في الصحيح الذي هو عصير الرمان، ولا يصح في الفاسد الذي هو الخمر. هذا معتمد المذهب. الرأي الثاني، القول الثاني في المذهب، وهو آخر قولي الشافعي لكنه ليس المعتمد. جيد؟ حتى أن الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول هذا مذهب الشافعي، هو آخر قولي الشافعي لكنه ليس بمعتمد. جيد؟ حتى أن بعض الشراح المنهاج لما جاء قال: لعل كلمة آخر تصحفت من أحد قولي الشافعي. واضح؟ على كل حال بارك الله فيكم، يقول إن هذا العقد باطل. لا، ما تعليل المعتمد أنه يصح فيما يصح ولا يصح في الآخر؟ ما تعليل المعتمد؟ تعليل المعتمد من وجهين. الوجه الأول قالوا إن هذا فيه تحقيق للعدل، أن يعطى للصحيح حكم الصحيح وأن يعطى للفاسد حكم الفاسد، إذن هذا فيه تحقيق للعدل، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قالوا: ولأن هذا يشبه مسألة، وهي إذا شهد عدل وفاسق بأمر، فإننا نقبل شهادة العدل ونرد شهادة الفاسق، ولا نرد شهادة العدل لأن الفاسق شهد معه. فهمت؟ إذن إذا جمع العقد بين صحيح وفاسد نقول يصح في الصحيح ويفسد في الفاسد. واضح؟ وحينئذ قال المصنف: إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، أي وما لا يصح بيعه صح فيما يصح بإيش؟ بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما. نقول: أهذا العقد يجمع شيئا حلالا يصح بيعه وشيئا حراما لا يصح بيعه؟ هذا الحرام الذي لا يصح بيعه له حالتان: إما أن يكون مقصودا وإما أن لا يكون مقصودا. فإن كان مقصودا فإننا نوزع الثمن، نقسط الثمن. نفترض أن هذا المقصود نفترضه مشابها له مما يصح بيعه. مثال: بعت لتر
عصير رمان ولتر عصير خمر بمئة دينار. عصير الخمر ما الذي يشابهه مما يصح بيعه؟ الخل، فنقدره خلا. لو كان خلا كم تكون القيمة؟ نفترض أن قيمة الخل 40، واضح؟ وقيمة عصير الرمان 60، جيد؟ إذن سنقول يصح بيع الخمر 60 بقسطه من الثمن، اتضح؟ هذا يصح بيع عصير الرمان 60 أي بقسطه من الثمن، واضح؟ هذا معنى قوله فيما يصح بقسطه من الثمن. قال باعتبار قيمتهما أي باعتبار قيمتهما بما يشبههما مما يصح بيعه، هذا المقصود. ثم إذا قسطنا الثمن ما الذي يترتب؟ يترتب على هذا أن البيع سيصح فيما يصح بقسطه من الثمن. لو قال المشتري هل يثبت لي الخيار أو لا يثبت لي الخيار؟ أنا مثلا أريد أن ألغي هذا البيع من أصله، المشتري يقول هل ممكن أو غير ممكن؟ شوف، أما البائع هذا لا يثبت له الخيار، ليش؟ لأن البائع يعلم ما يبيع ويعلم أنه يبيع شيئا حلالا وشيئا حراما، هو صاحب السلعة، فهمت؟ إذن هذا البائع متعد لا يثبت له الخيار، لكن المشتري نقول إن كنت عالما بالمبيع لا يثبت لك الخيار، واضح؟ وحينئذ يصح العقد فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن. وإن كان جاهلا قال أنا لا أدري أن هذا العقد جمع بين ما يحل بيعه وما يحرم بيعه، تمام؟ فنقول له إذا كنت جاهلا فأنت بين خيارين، إما الفسخ واحد، وإما أن تجيز فيجوز أي يصح العقد فيما صح بيعه دون ما لا يصح بيعه. متى هذا؟ إن كان جاهلا. ولذلك قال لك المصنف باختصار، قال وللمشتري الخيار إن جهل. قوله وللمشتري الخيار إن جهل، هذه تستفيد منها مسائل. مسألة الأولى أن البائع ليس له الخيار، لأن المصنف لم يذكر الخيار للبائع. وتستفيد أن المشتري إذا لم يكن جاهلا بأن كان عالما لا يثبت له الخيار. وتستفيد أيضا أن هذا الخيار يكون على الفور، لأنه خيار نقص، وكل خيار نقص فهو على الفور. وعليه هذا الخيار لما كان على الفور، نفترض أن المشتري كان جاهلا ثم علم ثم تأخر في أخذ بالخيار، فإن حقه في الخيار يسقط، وحينئذ يصح البيع فيما صح بيعه بقسطه من الثمن، اتضح؟ وإذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح، جيد، بقسطه من الثمن، عرفت كيف التقسيط في الثمن؟ باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار إن جهل، اتضح؟ هذا الذي شرحناه هنا على السبورة. تفريق الصفقة أن يحكم لشيء بالصحة وللآخر بالفساد ابتداء، ثم الآخر هذا إما أن يكون مقصودا فيصح بقسطه، وهذا الذي شرحناه، وإما أن يكون الآخر ليس بمقصود، مثل لو جمع العقد بين لتر من عصير الرمان ولتر من دم شاة، فما الحكم هنا؟ هذه لم يتطرق لها المصنف هنا. إذا كان الآخر إيش؟ غير مقصود، نقول يصح فيما يصح بيعه بجميع الثمن، يصح العقد
فيما صح بيعه بجميع الثمن. فهمت؟ إذن صارت عندك كم؟ صارت عندك حالتان. جيد؟ طيب. وهذا يا إخواني هنا قول المصنف إذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح الأولى أنه يحذف كلمة بيعه، يقول وإذا جمع بين ما يصح وما لا يصح صح فيما يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس خاصا بالبيع، نفس الكلام لو رهن ما يصح رهنه وما لا يصح، يعني نفترض أن شخصا رهن بقرة وخنزيرا، واضح؟ نقول يصح الرهن فيما في ايش في المثال في البقرة ولا يصح في الخنزير. ونفس الكلام لو أنه على سبيل المثال في عقد آخر، في عقد الإجارة، في أي عقد كان، جمع بين ما يصح وما لا يصح، عقد الهبة، واضح؟ جمع بين ما يصح وما لا يصح، نقول يصح فيما يصح ولا يصح فيما لا يصح، ما لا يصح نحكم عليه بالفساد. إذن تخصيص البيع هنا ليس وجيها، هذا حكم يشمل البيع ويشمل غير البيع. جيد. قال وإذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما، وللمشتري الخيار إن جهل. واضح؟ ثم نحن الآن قلنا يشترط ماذا؟ عفوا قلنا ماذا؟ يصح فيما يصح، صح؟ طيب هذا الحكم، هذا الحكم متى يصح فيما يصح؟ نقول يصح فيما يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون الذي تقدم ذكره هو ما يصح بيعه، وما لا يصح بيعه معطوف عليه، ولذلك فرق بين هاتين الصيغتين. لو قلت بعتك صاعا من بعتك لترا من رمان، بعتك لترا من عصير الرمان ولترا من عصير الخمر بمئة دينار، ما الذي تقدم؟ هذا الذي يصح بيعه. هنا يأتي تفريق الصفقة. طيب لو قلت بعتك لترا من الخمر ولترا من عصير الرمان بألف دينار، هذا كله باطل. ليش باطل؟ لأن ما يصح بيعه عطف على ما لا يصح بيعه، فعطف على باطل فهو باطل، صار تابعا لباطل فهو باطل. اتضح؟ إذن شرط تصحيح الصفقة هنا، شرط تصحيح تفريق الصفقة هنا أن يكون العقد، أن يكون الأول في الذكر هو ما يصح بيعه، هذا الشرط الأول. طيب الشرط الثاني أن ألا، الشرط الثاني منفي، ألا يكون أحدهما مجهولا، ألا يكون أحدهما مجهولا. لو كان أحدهما مجهولا هنا أيضا لا يصح التصحيح، العقد كله باطل. صورته لو قلت مثلا بعتك سيارتي وسيارة أخرى بألف دينار، سيارتي يصح فيها البيع، لكن سيارة أخرى لماذا لا يصح؟ مجهولة، صح؟ مجهولة. بعتك سيارتي وسيارة أخرى بألف دينار. الآن نحن لو صححنا صفقة، ما الذي يترتب على تصحيح الصفقة؟ ما الذي يترتب؟ تقسيط، تقسيط الثمن، صح؟ تقسيط الثمن، صح؟ السيارة معلومة الثمن، لكن السيارة الأخرى مجهولة، هل يمكن تقسيط الثمن؟ قالوا هذا لا يصح كله. فهمتم يا إخواني ولا لا؟ مرة أخرى أقول بارك الله فيكم، حتى يصح تفريق الصفقة لابد من شرطين. الشرط الأول أن يتقدم ما يصح بيعه، ما لا يصح يعطف عليه. فلو تقدم ما لا يصح بيعه، أستاذ قدري، لو تقدم ما لا يصح بيعه العقد كله باطل، هنا لا يتأتى القول بتفريق الصفقة لأنه عطف على باطل فهو باطل.
جيد. الشرط الثاني ماذا؟ أن يكون ألا يكون أحدهما مجهولا. لو كان أحدهما مجهولا العقد كله باطل. هنا لا يتأتى القول بتفريق الصفقة. لماذا؟ لأن المجهول هذا لا يمكن معرفة قيمته وبالتالي لا يمكن تقسيط القيمة. فهمتم؟ نعم. يمكن أن تزيد شرطا وهو ذكره العلامة هنا العلامة بن حجر رحمه الله، أن يكون الثاني الآخر هذا مقصودا. طيب فإن كان غير مقصود هل نقول لا يصح؟ لا، نقول يصح بجميع الثمن. واضح؟ وبالتالي هذا الشرط الذي ذكره العلامة بن حجر شرط لماذا؟ شرط لتقسيط الثمن وليس للصحة. شرط لتقسيط الثمن وليس شرطا للصحة. فهمتم علي ولا لا؟ جيد. هذا كله متى؟ إذا جمع العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ابتداء. الحالة الثانية، إذا جمع العقد بين شيئين في الابتداء يصح بيعهما، لكن عرض التلف لواحد منهما قبل القبض، وحينئذ هذا التالف له حالتان: إما أنه مما يمكن إفراده بالعقد، أي يمكن إيراد العقد عليه وحده. ما مثاله؟ بعتك هذه البقرة وهذه الشاة بألف دينار، قبل القبض ماتت الشاة، الآن التالف منهما يمكن أن يفرد بعقد على حدة، صح؟ وإما أن يكون التالف لا يمكن إفراده بعقد على حدة، بعتك بقرة، واضح؟ وقبل القبض أصابها العمى، أصابها مرض، واضح؟ قبل القبض، فحينئذ هذا العمى لا يمكن أن يفرد بالعقد، هذا التالف الآن لا يمكن أن يفرد بالعقد، واضح ولا لا؟ فحينئذ هذا له حكم وذاك له حكم. فقال هنا: ولو تلف بعض المبيع قبل قبضه انفسخ البيع في التالف. انفسخ البيع بالتالف، تمام، أي وصح في الباقي، هذا تقدير الكلام. انفسخ البيع بالتالف أي وصح في الباقي. انفسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن. طيب يا إخواني أريد أذهانكم قليلا، هذا في إيش من حالة؟ ها؟ في إيش من حالة؟ إذا كان التالف يمكن إفراده بالعقد، أو إذا كان التالف لا يمكن إفراده بالعقد؟ الأول، إذا كان يمكن إفراد التالف بالعقد. ولذلك قلت في الحكم: انفسخ البيع في التالف وصح في الباقي بقسطه من الثمن. جيد. وحينئذ يتخير المشتري. كيف يتخير؟ يعني نقول للمشتري: إما أنك تختار فسخ العقد كله، وإما أنك تأخذ الباقي وتدفع قسطه من الثمن. فهمتم؟ يعني نفترض أنا بعت بقرة وشاة لفردوس، قبل القبض ماتت الشاة، فالآن فردوس مخير بين أمرين. أولا، السؤال الأول: هل البيع هذا ينفسخ أو لا ينفسخ؟ جواب: لا ينفسخ، واضح، لا ينفسخ. طيب ما الحكم؟ يصح في الباقي بقسطه من الثمن. وحينئذ يثبت الخيار لفردوس. إما أن يقول فردوس: خلاص أنا ألغي هذا البيع، أفسخ هذا البيع من أوله، لا من أصله، لا أريده، خلاص، يسترد الثمن وأنا أخذ بقرتي، أما الشاة قد ماتت، خلاص. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن فردوس يجيز العقد في البقرة فقط. طيب وكم الثمن؟ الثمن قسط البقرة. فلو كانت مثلا قيمة الشاة خمس، نسبتها خمس من قيمة البقرة، تمام، فإن الثمن للبقرة يكون 4/5. فلو دفع مثلا 1000 دينار سأخذ أنا ما يقابل ثمن البقرة، 800 دينار، وأرد عليه كم؟ 200 دينار.
هذا متى؟ إذا كان التالف مما يمكن إيراد العقد عليه. جيد. الحالة الثانية أن يكون التالف مما لا يمكن إفراده بالعقد، فما الحكم هنا؟ إيش قلنا في السبورة؟ هنا لا ينفسخ العقد، لا ينفسخ العقد، ويخير المشتري بين أمرين يختلف عن السابق، ما هما؟ إما أن يرضى بالمبيع بكل الثمن. ليش؟ لأن الذي فات لا يمكن إفراده بالعقد، واضح؟ إذن أصاب البقر عمى، هم يمثلون أيضا بالعبد، يقول اشترى عبدا وقبل القبض سقطت يده، فإما أن المشتري يأخذ هذا العبد بكل الثمن، إما أن المشتري يأخذ هذه البقرة التي أصابها العمى قبل القبض، شوفوا أنا أقول قبل القبض قيد، لأنه بعد القبض خلاص خرجت من ضمان البائع، بعد القبض خرجت من ضمان البائع، واضح؟ حصل التلف قبل القبض، ما زالت في ضمان البائع، فحينئذ نقول إما أن تختار أيها المشتري إجازة العقد فتأخذ هذا الذي اشتريته لكن بجميع الثمن واحد، وإما أن تفسخ العقد وتسترد الثمن الذي دفعته. جيد. الآن هنا العقد جمع بين شيئين، في الابتداء في مشكلة، أين المشكلة؟ في الدوام، ولذلك هذه الحالة تختلف عن هذه الحالة، فهمنا؟ واضح؟ طيب. الحالة الثالثة أن يجمع أكثر من عقد معا، هنا إيش قال المصنف؟ قال ولو تلف بعض المبيع، هذا في الحالة الثانية، لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، قلت لك قبل قبضه هذا قيد، انفسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري. جيد. خلاص فهمنا هذا. جميل. ولو جمع العقد بين مختلفي الحكم كبيع وإجارة صح، ويوزع المسمى على قيمتهما. هيا انتبه معي، لو جمع العقد بين مختلفي الحكم، هذه لها ثلاث حالات، إما أن يجمع العقد بين عقدين متفقين في الحكم، طبعا متفقين في الأحكام، وأيضا لا بد، لأن هذا شرط، أن يتفق في الجواز واللزوم، وأنتم تعلمون ما معنى العقد اللازم، لازم الذي لا يمكن للعاقد فسقه بعد انعقاده، الجائز ما يمكن للعاقد فسقه بعد انعقاده. والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عقود لازمة من الطرفين، عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من طرف، جائزة من طرف. طيب، العقد إذا جمع بين متفقين في الحكم، لما أقول بين متفقين في الحكم يعني وأيضا في اللزوم أو في الجواز، تمام؟ لأن اتفاقهما في اللزوم في الجواز هذا شرط في الجميع. إذا جمع بين عقدين متفقين في الحكم مثل عقد الشركة وعقد القراض، لاحظ عقد الشركة وعقد القراض عقدان متفقان أولا في الجواز، هذا عقد جائز، هذا عقد جائز، هذا أولا، وأيضا متفقان في الأحكام، لأن كل واحد منهما يجوز له أن يتصرف بإذن الآخر. جيد ولا لا؟ ما صورة هذا؟ أقرأ لكم الصورة هنا، صورته زيد خلط 200 صاع من حنطة من بر ب100 صاع من بر لغيره، نفترض لعمر، زيد عنده 200 صاع من بر، خلطهما ب100 صاع من بر لعمر، صار المجموع كم الآن؟ 300. ثم قال زيد لعمر
شاركتك على أحدهما، يعني على أحد المئتين، يعني في مئة أنا وأنت شركاء، وقارفتك على الآخر أي على المئة الأخرى. فهمتم ولا لا؟ زيد عنده مئتا صاع من بر، جيد، وخلطهما بمئة صاع من بر لعمر، ثم قال لعمر أنا شاركتك بمئة من المئتين وقارضتك بالمئة الأخرى. هنا جمع بين إيش من عقد وإيش؟ بين عقد شركة وقراض، هذا يصح قطعا. لما أقول لك هذا يصح قطعا، افهم أن عبارة المصنف هنا إيش قال المصنف رحمه الله؟ ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وإجارة صح. قوله بين مختلفي الحكم هذا ليس للتقييد، ليس لإخراج هذه الصورة، ليس معناه أنهما لو كانا متفقي الحكم لا يصح، ليس هذا المقصود، وإنما أراد المصنف أن يبين لك أن هذه الصورة لا خلاف فيها فلا أذكرها، وإنما أقتصر على ما هو محل خلاف. إذن قوله ولو جمع العقد بين مختلفي الحكم نص على هذه تحديدا ولم ينص على هذه، لأن هذه لا إشكال في صحتها، لأنها تصح قطعا في المذهب أي بلا خلاف، لكن هذه التي محل خلاف هي التي أراد تنصيص عليها. فهمتم؟ طيب. قال هنا ولو جمع بين مختلفي الحكم، مثل بمثال قال كبيع وإجارة. لاحظ معي البيع والإجارة كل منهما عقد لازم، لكن أحكام عقد البيع تخالف أحكام عقد الإجارة. مثال في عقد البيع، بارك الله فيك، في عقد البيع التأقيت يفسده، لأن عقد البيع مقتضاه إيش؟ تأبيد. عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، بينما التأقيت شرط في عقد الإجارة. إذن بينهم خلاف في الأحكام أو لا؟ لاحظ معي هذا لازم هذا لازم، لكن بينهم خلاف في الأحكام. فرق آخر، لو حصل تلف في المبيع بعد القبض هل ينفسخ البيع؟ لا. ولو حصل تلف في العين المؤجرة بعد القبض ينفسخ الإجارة ولا لا؟ إجارة العين نعم تبطل إذ تتلف عين مؤجرة. قال في الزبد تبطل أي الإجارة إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيرة. بينهما فرق ولا لا؟ عقد البيع لا يبطل إذا حصل تلف للمبيع بعد القبض، عقد الإجارة يبطل ينفسخ إذا حصل تلف للعين المؤجرة، طبعا في إجارة العين بعد القبض. هذا لازم وهذا لازم، لكن بينهما فرق في إيش؟ في الأحكام. هنا هل يصح أن تجمع بين بيع وإجارة أو لا يصح؟ كيف صورته؟ صورته مثلا تقول بعتك سيارتي وأجرتك داري سنة بألف دينار، يصح الجمع أو لا يصح الجمع؟ قال لك يصح. يصح قطعا أو في خلاف؟ لا، على المعتمد. إذن ما الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ أن هذه محل اتفاق على الصحة، وهذه فيها خلاف هل تصح أو لا تصح. المعتمد الصحة، جيد. الحالة الثالثة من حالة اجتماع العقود، إذا جمع بين عقدين مختلفين في الجواز واللزوم أحدهما جائز والآخر لازم، هذا لا يصح. مثل الجمع بين عقد بيع وجعالة، بين عقد إجارة وجعالة، هذا لا يصح. إذن صارت الحالات كم؟ ما الحالة التي تكلم عليها المصنف؟ هذه الحالة، واضح؟ نقرأ الآن كلامه.
قال رحمه الله تعالى: ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وإجارة صح قطعا على المعتمد، واضح؟ ويوزع المسمى على قيمتهما. ما مثال؟ بعتك سيارتي وأجرتك داري سنة بألف دينار، أين المسمى؟ ألف دينار مسمى، هذا سيكون جزء منه هو قيمة السيارة وجزء منه أجرة البيت سنة. بعتك سيارتي وأجرتك داري بألف دينار، الألف هذه توزع على العقدين، جزء من الألف قيمة للسيارة وجزء من الألف أجرة للدار، صح ولا لا؟ جميل. فقال ويوزع المسمى، هذا قوله شوف صح، ويوزع المسمى، قوله ويوزع المسمى هذا يا إخواني مبني على الصحة، يعني لو كان ما صح ما في توزيع. طيب ما فائدة هذا التوزيع؟ فائدة هذا التوزيع أنه لو حصلت ما يبطل أحد العقدين تعرف هذا كم يقابله وهذا كم يقابله. يعني نفترض الآن قال بعتك سيارتي وأجرتك داري سنة بألف دينار، انهدم الدار، البيع يبطل؟ لا يبطل البيع، واضح؟ لكن الإجارة تنفسخ خلاص، تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لعاقد لكن بغصب خيرة. طيب الآن كيف نوزع الثمن؟ ننظر كم قيمة البيت وكم أجرة الدار سنة ونقسط ذلك بالنسبة المئوية. مثال، هو قال الثمن بكم؟ بألف دينار. نفترض أن قيمة السيارة في السوق 900 دينار مثلا، في السوق 900 دينار، وإيجار أجرة البيت سنة 600 دينار، كم المجموع؟ 1500 صح؟ 900 و600، 1500. كم نسبة القيمة للسيارة؟ 3/5، 900 3/5، 300 300 300 صح؟ كم نسبة أجرة البيت سنة؟ 50، صح ولا لا؟ الآن أنت عندك كم المسمى؟ 1000 دينار. إذن 600 3/5 ستكون ثمن السيارة، 500 400 ستكون أجرة البيت سنة. فهمت ولا لا؟ فهمت كيف توزع؟ جيد، واضح؟ قال ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وإجارة، هذا مختلفا. عرفتم لماذا مختلفا الحكم؟ قلت لك التأقيت شرط في الإجارة، التأقيت يفسد البيع. قلت لك إن المبيع إذا تلف بعد القبض لا يؤثر على صحة البيع، وإن العين المؤجرة في إجارة العين تمام إذا تلفت تنفسخ الإجارة، مع أن هذا لازم وهذا لازم، لكن في الأحكام في اختلاف. قال صح ويوزع الثمن على قيمتهما. نكون بهذا انتهينا من النصف الأول من الدرس الذي هو إيش؟ تفريق الصفقة، وبعدين القسم الثاني هذا نتركه في الدرس القادم، تعدد الصفقة. والله أعلم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.